هانذا أعود إليكم مجددا مشاهدي الكرام، لكن هذه المرة العالم كله ينتخب وليس أمريكا وحدها. في حلقة الليلة مشاهدي الكرام نتوقف في بريطانيا، والتي تشير النتائج الأولية للانتخابات المحلية فيها بتحقيق حزب العمال المعارض فوزا عريضا في أغلب المدن. من بريطانيا إلى أمريكا الوسطى وبالتحديد في بنما التي تستعد لإجراء الانتخابات العامة في الخامس من الشهر الجاري لاختيار رئيس للبلاد ولاختيار نواب الجمعية الوطنية وأعضاء المجالس البلدية. كما توقعنا مرات من قبل في هذا البرنامج، حقق حزب العمال المعارض فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم أمس في بريطانيا وويلز بحسب النتائج الأولية. وأظهرت النتائج الأولية تلك تقدم العمال في مجالس كثيرة في وسط مدن ميدلاند ويوركشاير وجنوب ووسط ويلز، كما أظهرت النتائج الأولية تقدما للعمال في خمس مدن كبرى، منها جوهرة التاج البريطانية العاصمة لندن ومدينة مانشستر، مع استمرار العد والفرز في تلك المدن. إلا أن الحزب خسر مقعد مدينة ليدز التي تعتبر أحد معاقلهم التقليدية. مشاهدي الكرام، نقدم لكم الآن هذا الخبر الذي وافانا به مصدر مصري رفيع المستوى، أفاد بأن وفدا من حركة حماس سيصل إلى القاهرة اليوم السبت، وأشار المصدر بل يوم غد السبت، وأشار المصدر إلى أنه سيتم بحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة. من جانبها أكدت حركة حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه يوم غد للقاهرة لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر. كما أكدت الحركة عزمها على إنضاج اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة. وأشارت حماس إلى أن وفد الحركة سيذهب إلى القاهرة للتوصل إلى اتفاق بنفس الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار. مرة أخرى مشاهدي الكرام، إليكم هذا النبأ العاجل، إذ أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأن وفدا من حركة حماس سيصل إلى القاهرة يوم غد السبت، وأشار المصدر إلى أنه سيتم بحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة. من جانبها أكدت حماس أن وفدا من الحركة يتوجه يوم غد للقاهرة لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر. كما أكدت عزمها على إنضاج اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة. وأشارت حماس إلى أن وفد الحركة سيذهب غدا إلى القاهرة للتوصل إلى اتفاق بنفس الروح الإيجابية
التي تعاملت بها الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار. نعود الآن إلى سياق حلقتنا هذه من برنامج العالم ينتخب. لم يضيع حزب العمال البريطاني لحظة واحدة، وطالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية بعد فوز الحزب بمقعد جديد في البرلمان وبعشرات المقاعد الأخرى في الانتخابات المحلية. وفاز حزب العمال في دائرة بلاكبول ساوث شمال غرب إنجلترا، وحصل المرشح عن الحزب على 58.9% من الأصوات. وأشاد زعيم الحزب كير ستارمر بالنتيجة معتبرا أنها لم تكن مجرد رسالة صغيرة وليست مجرد همسة، بل صرخة من بلاكبول بأننا نريد التغيير على حد وصفه. أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خيبة أمله إزاء مكاسب حزب العمال المعارض في العديد من المجالس المحلية، وأشار سوناك إلى أنه سيركز عمله خلال الفترة المقبلة كزعيم للبلاد، لافتا إلى أن حزب المحافظين لديه الكثير من المهام لإنجازها. من المخيب للآمال أن نفقد أعضاء المجالس المحافظين الذين يعملون بجد، وأنا ممتن لهم على كل خدماتهم في الحكومة المحلية والحفاظ على ضريبة المجالس منخفضة وتقديم الخدمات للسكان المحليين، ولكن لا يزال لدينا الكثير من النتائج التي سنحققها أيضا. فيما شهدت العملية الانتخابية منع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من الاقتراع في الانتخابات المحلية بعد أن نسي بطاقة هوية تحمل صورته بحسب القواعد المعمول بها مؤخرا. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن جونسون الذي قدم شرطا للناخبين بتقديم بطاقة هوية تحمل صورة حينما كان في منصبه، أخبره موظف مركز الاقتراع في جنوب أوكسفوردشاير بأنه لن يتمكن من التصويت دون إثبات هويته قبل أن يتمكن من الاقتراع في وقت لاحق حينما أتى بهويته المصورة. يشرفنا الآن عبر الهاتف من عاصمة الضباب لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. مرحبا بك يا أبا بكر، صدقت توقعاتك يا عزيزي واكتسح العمال. صحيح، هي يعني ليلة كارثية على المحافظين. النتائج الأولية حتى هذه اللحظة أثبتت صحة التوقعات كما تفضلت، وجاءت كارثية كثيرة. حتى الآن المحافظون 291 مقعد بشكل نهائي، كسب منها العمال 197، والقادم يبدو أنه لا يزال في إطار الأسوأ، حيث التوقعات تقول بخسارة المحافظين أكثر من 500 مقعد بلدي. لك أن تتخيل أنهم خاضوا معركة واحدة فقط في إطار المجال المقاعد البرلمانية، هي معركة بلاكبول ساوث، خسروها أيضا وخسروا المقعد هناك لصالح العمال. طبعا هذه الانتخابات المحلية كما قلنا سابقا هي آخر فرصة وآخر بروفا وآخر مشهد للانتخابات العامة القادمة. كان يمني المحافظون أنفسهم بأن تكون الخسارة في إطار يمكن تحمله أو تقبله أو ابتلاعه، هذا ما لا يحدث. ذاهبون باتجاه خسارة فادحة مقارن بخسارات تاريخية سابقة قبل عشرات السنوات، هذا هو المشهد الآن. بكل فخر يعني يقول العمال أنهم استعادوا ما يعرف بالحائط الأحمر لا سيما في شمال البلاد، وهذه قصة لها تفاصيلها، بالأساس ما يعرف هنا بالليفلينج أب أو يعني محاولة المساواة بين لندن والمدن الأخرى ومدن الشمال. هذا كان مشروع طرحه المحافظون من أجل يعني استمالة سكان الشمال، يبدو أنه انهار، والشكاوى من سكان الشمال ضد ما يعرف بالتمييز
لجهة سكان العاصمة، بالإضافة طبعا الكوارث الاقتصادية هي الأخرى والسياسية. عاد الحائط الأحمر، والحائط الأحمر يرمز إلى يعني البلديات والمدن التي يسيطر عليها العمال. عاد هذا الحائط ليرسم على الخريطة. من ضمن مشاكل المحافظين أيضا هو حزب ريفورم، وهو حزب يميني، هو وريث حزب بريكزيت. هذا أخذ من أصوات المحافظين كثيرا، معنى أن اليمينيين الذين يرفضون الآن ريشي سوناك وحزب المحافظين ولكنهم لا يريدون الذهاب باتجاه العمال، ذهبوا باتجاه حزب ريفورم وأفقدوا المحافظين عددا آخر من المقاعد، فهو يتلقى الضربات من جميع الجهات، من العمال من جهة ومن تيارات يمينية أخرى على رأسها ريفورم، إلى الحد الذي بدأت تعلو فيه أصوات داخل المحافظين بضرورة تغيير سريع وشامل. قبل يقال يا أبو بكر إنه ريشي سوناك في حالة من خيبة الأمل، لكنه صرح بأنه سيكرس وقته لإدارة شؤون البلاد، يعني هو زعيم سياسي لهذه الأمة. ألم تجري الأعراف أنه من يقود حزبه لانهيار انتخابي من هذا النوع يتنحى لديك في بريطانيا يا أبو بكر؟ بالأساس نعم، ولكن قرار الإطاحة به من منصبه من عدمه، هذا قرار يرجع لقواعد المحافظين. يبدو الآن الصوت أعلى وأوضح داخل المحافظين بضرورة التخلص من ريشي سوناك والاتيان بغيره، هم تحت يعني سيف اقتراب. لكنه فيما يبدو هو شخصيا لن يتنحى، هو شخصيا لن يعلن مغادرته 10 داونينج ستريت. دعنا نتفق على أنه العرف الذي ذكرته هو عرف صحيح، أنه من يقود الحزب إلى هزيمة كارثية يتنحى. هذا العرف يعني خالفه المحافظون في الفترة الأخيرة. بوريس جونسون تمسك بمنصبه حتى اللحظات الأخيرة ودفع ثمن ذلك هو والحزب. ثم جاءت ليز تراس أيضا، وإن كانت مكثت 45 يوما فقط، إلا أنها تمسكت بمنصبها رغم كارثية الحالة الاقتصادية بسبب قراراتها خلال هذه الأيام. كذلك الحال مع ريشي سوناك، متمسك بمنصبه ويحاول أن ينصب نفسه زعيما كما قلت لكل الأمة. نعم صحيح، وهذا وصف إذا انطبق على كثير من المحافظين فهو بإجماع الجميع هنا لا ينطبق على ريشي سوناك. أخي الكريم، لم يقدم شيء له علاقة بالزعامة. أشكرك جزيل الشكر أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية في لندن. مشاهدي الكرام، الآن يشرفنا كذلك عبر الهاتف من عاصمة الضباب الأستاذ عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني عن دائرة هارتفوردشاير. سيدي الكريم، لا أريدك أن تقاطع أفراحك، سنجعلها مقابلة قصيرة لكي تستمر في الاحتفال. لم تضيعوا دقيقة واحدة سيدي، وطلبتم بانتخابات نيابية مبكرة. هل تتصور أن اللحظة ناضجة لإجراء تلك الانتخابات؟ أهلا، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيدي. حزب العمال يعني مضى وقت طويل وهو ينادي ويحاول بقدر الإمكان أن يشجع رئيس الوزراء، لو يعتبر الآن غير مرحب به في 10 داونينج ستريت، وهو ضيف ليس له حق الإقامة فيه بعقد انتخابات. ليست هذه أول مرة، ولكن دعني يعني أعلق تعليق بسيطة على ما قاله الأستاذ بكر تأييدا لما قال. حزب المحافظين لا يستطيع الآن تغيير قيادته حتى لو استقال رئيس الوزراء الآن. استقالة رئيس الوزراء ستعني إجراء انتخاب داخل الحزب، وهذا يعني اتخاذ هذا القرار من الحزب أو حتى من سوناك نفسه يضر بالحزب انتخابيا، لأن ده هيصبح رابع رئيس وزراء بدون انتخابات. انتهت صلاحية المحافظين من عند سقوط جونسون، بوريس جونسون، انتهت صلاحيتهم في الحكم
ويعني حان الوقت الآن. بوريس جونسون الذي نسي هويته المصورة يا أستاذ عمر، واضح أن في ارتباك عند خصومكم. كنت أقول لك، أنقل لك ملاحظة أن بوريس جونسون نسي هويته المصورة فمنع من الإدلاء بصوته، فاللافت أن هناك ارتباك عند خصومكم من حزب المحافظين. بالطبيعي، وبرضو التنويه أن من أسن هذا القانون أو هذا القرار هو جونسون نفسه. تصور. فيعني هناك فعلا تضارب في الأقوال، تضارب في المواقف، هناك من ينادي من يعني احنا لا نعول كثيرا على ما يقوله الآن أعضاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب من المحافظين، ولكن الحديث مع العوامل والعناصر المؤيدة للمحافظين يمتغضون ما يحدث الآن في حزب المحافظين. حزب المحافظين أصبح لا يعبر حتى عن آراء واتجاهات الاتجاهات الاستراتيجية لأعضائه نفسه. يعني هناك انقسام في الحزب استراتيجيا، ايديولوجيا، وسياسيا واجتماعيا كذلك. يعني إذا كان هذا ينعكس على سوء الإدارة وسوء الحكم. طيب أستاذ عمر لو تكرمت، أنا الآن سأسألك بصفتك سياسيا بريطانيا بارزا وليس بصفتك عضوا كبيرا في حزب العمال البريطاني. البريطانيون صوتوا ضد حزب العمال، ضد حزب المحافظين، أم لصالح حزب العمال؟ يعني هم متذمرون من حزب المحافظين الحاكم أم هم يصطفون الآن وراء حزب العمال؟ دعني أشاركك في حاجة مهمة جدا أو مقولة بالإنجليزية ولو سمحت ترجمها. The opposition does not win an election. التذمر لا يؤدي إلى ربح الانتخابات. هذا صحيح. هذا معنى مقارب لهذه المقولة. حزب المحافظين خسر انتخاباته، وكذلك التحول الجذري الذي تم في حزب العمال في الفترة الأخيرة أعطى له صلاحية أمام الناخب البريطاني، وإحنا شفناها حتى لو تكررت الأرقام التي في انتخابات بلاك بول ساوث، حزب المحافظين لن يبقى منه أي عضو في البرلمان. إلى هذه الدرجة يا أستاذ عمر؟ نسبة التحول من المحافظين للعمال 26%، وهذا ما يعني لو طبقت على مستوى المملكة لن يبقى في البرلمان أي ممثل لحزب المحافظين. لماذا في رأيك؟ ما هي الوصفة الناجحة التي طبخت في أروقة حزب العمال؟ أولا منظر الآن الصورة التي تقدم بها حزب العمال للناخب صورة يعني تبين وحدة الحزب نفسه ووحدته وراء قيادة الحزب التي تمكنت من تغيير وجهة الحزب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. طبعا يعني لابد كذلك من ذكر أن هناك لابد أن يعني حزب العمال لابد أن يضع في نصب العين أن العمل لم يكمل إلى الآن. يعني لابد من تحضير الانتخابات بجدية تامة وعدم التقاعس. هناك في جدية في العمل. الناخب البريطاني أصبح يثق في حزب العمال على أنه قادر على حل المشاكل الاجتماعية. حزب المحافظين بالمنطقة الأخرى يركز على أشياء ليست في يده. يعني انخفاض نسبة التضخم، يا تدخل بنك إنجلترا في أسعار الفائدة. القوارب العابرة ليست بمشكلة مهمة جدا بالنسبة للناخب البريطاني، عندما يعاني بالناخب البريطاني من مستوى المعيشة منخفض، مستوى الدخل منخفض، وكذلك سوء الخدمات التي أصبحت الآن شبه منعدمة. طيب أستاذ عمر للأسف الوقت تداركنا، أعتذر بشدة. أرجو أن تكون الإجابة سريعة جدا عن سؤالين أخيرين. السؤال الأول، هل تتوقع الاستجابة لمطالبكم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟ كراجل سياسي
لا لا أعتقد هذا، لأن القانون والقرار الأول والأخير يعطي لرئيس الوزراء الحالي كل حق أن يعني يستمر إلى نهاية المدة، وكذلك لأنه يعني حزب المحافظين عنده غالبية في مجلس البرلمان. نعم. السؤال الأخير سيدي الكريم، أذكر لنا اسم رئيس الوزراء البريطاني المقبل. المقبل؟ أيوة، مما لا شك سير كير ستارمر. طيب طيب، ألف مبروك. أنا لاحظت الحماس الذي ذكرت به الاسم يا أستاذ عمر، أشكرك وأهنئك مرة أخرى. شكرا جزيلا للأستاذ عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني عن دائرة هارتفوردشاير. مشاهدي الكرام، سعدنا كثيرا بأن كنتم معنا. نختتم هذه الحلقة كما نختتم كل حلقات العالم ينتخب بالدعاء، ندعو الله أن يكون هذا العام عام ديمقراطية وانتخابات بأقل قدر من الحروب والصراعات. إلى اللقاء.